ماشي يا شباب، هنتكلم ايه، هنحاول نحل ايه سوا. المسألة التاسعة في الاساينمنت، يعني الاساينمنت المفروض السنة الاسبوع الجاي، فانت ايه المفروض ضبشت شوية في المسألة اللي قبل دي. انا هحل دي على اساس ان هي اطول مسألة، وعلى اساس نبقى فهمنا الموضوع اكتر. تعال نقرأ المسألة سوا. الاول بيقول لك a building obstructs vision between A and D، يعني انا عندي نقطتين A و D وفي حاجة ما بينهم، مش عارف اخد الخط A D دون، فاذا عشان كده عملت شوية الاطوال دي، يعني اتحركت A B C D بدل A D لان انا مش عارف. وادالك بعض الجيفن، ادالك ايه، ادالك coordinates ال A، ادالك اطوال اللاين اي بي بي سي سي دي، اطواله بيرنجز، البيرنجز اللي هو مديالك دي ان ايه دي الفا. ليه الفا؟ لان اولا اكتر من 90، ثانيا مفيش ساوث ويست، وحتى دي مثلا مفيش ساوث ويست، فاذا هي الفا، ده نوع البيرنج اللي هو مديهولك. المهم عايز اللينس والبيرنج بتاع اي دي، ده اول حاجة عايز الفا اي دي واللينث اي دي عايزهم، وبعدين عايز الميد بوينت بتاعتهم، دي مش مشكلة، والطول من الميد بوينت لبي، دي التلات مطالب. نمسكهم واحدة واحدة. خلاص نخفي السؤال كده ونحاول، او قبل ما نخفيه تعالى ايه نرسم الرسمة لو عرفنا. اول حاجة انا عندي النقطة ايه، تعالى نحطها في مكان arbitrary مثلا هنا. عظيم، تعال نحط الايه هنا، نقول ادي الايه. طيب ركز بقى في اللي هيحصل، انا هرسم البي فين؟ مش انا عارف ان البيرنج اي بي ب 232، 232 ده الربع التالت صح؟ لو انت فاكر ده من 0 ل 90، 90 ل 180، 180 ل 270، 270 ل 360، دي الالفا. فاذا انا عارف انها 232، فتقريبا البي هتمشي في هذا الاتجاه. ماشي، هنمشيها مثلا كده مثلا، وهنقول ان ده البي. من بي لسي البيرنج ب 143، يعني 143 تاني، ارجع لنفس الرسمة. البيرنج من بي لسي ب 143 ديجري 6. يعني ايه 143؟ يعني في هذا المكان. ماشي، يبقى نرسم، تعال نشيل البي من هذا الاتجاه، نرسم البي سي كده. ماشي كده، ومن السي للدي 42، فاذا حاجة بالشكل ده، فدي هتبقى هنا، واخد بالك؟ فاذا ده اي بي سي دي، ده الشكل اللي انا ايه متوقع انه يبقى معايا. يعني انا برسم على حسب البيرنج، لاني لو رسمته الناحية التانية يعني ممكن ارسمه كده صح، ادا الاي وده الدي وده السي وده البي، اهو ممكن ارسمه كده. بس لو رسمته كده هتلاقي ان عندك مشكلة بعدين، لو انت احتجت زاوية، انك انت بتعرف الزاوية مثلا دي اي سي، هتعرفها كده من الرسمه اللي انت قايلها دي اي سي دي مثلا اكيوت انجل، او انجل اقل من 180. انما دي اي سي هنا ممكن ما تظبطش، او يعني مش لازم الزاويه دي بالظبط، انت ممكن تلاقي عندك مشكله. الافضل انك ترسم بالبيرنج عامه، ودي برضو ايه حاجه سريعه. يبقى احنا نقدر نرسم، نقول ادا الايه، قلنا اننا نزلنا كده ادا البي، نزلنا كده ادا السي، طلعنا سنه بسيطه كده ادا الدي، وقفلنا. هذا شكل اللي انا ايه عندي حاجة هنا في النص، مش عارف اشوف الدي والايه، مش عارف اعمل الخط ده. فاذا عملت اي بي بي سي سي دي علشان مش عارف اعمل اي دي. ده شكل المسألة وده الجيفن. عايزين الطول والبيرنج بتاع اي دي، نخفي بقى المسألة عشان نعرف نتعامل. اول حاجة انا عايز الفا اي دي وال اي دي، هجيبهم منين؟ انا معيش حاجة اجيبهم منهم. طيب تعال نبص على الشكل اللي عندنا ده. الزاوية دي اسمها ايه؟ اسمها اي دي سي.
شوف مع عقارب الساعة الزاوية بين أي حاجتين زي ما قلنا مع عقارب الساعة بتتكتب من اليمين للشمال اي دي سي. اي دي سي بتساوي أي زاوية ده ناقص ده، يعني ألفا دي سي ناقص ألفا دي اي. لو أنا معايا دي اي يعني كأني معايا اي دي، لأني هزود 180 أو هنقص 180، فإذا أنا من العلاقة دي هعرف أجيب ال اي دي. فإذا هقدر أقول له إن ألفا دي اي دي هتساوي ألفا دي سي زائد أو ناقص آسف اي دي سي، الزاوية اللي أنا معلمها لك دهيا. طب هجيبها إزاي بقى؟ احنا بقى ايه محتاجين نشوف. طيب احنا معناش حاجة نجيبها دلوقتي، فتعالى نتكلم واحدة واحدة. تعالى مثلا ناخد خط من ال سي، لان ايه تاني ايه الزوايا اللي هتعرف تجيبها؟ انت معاك اي بي وبي سي وسي دي، يعني معايا البيرنج بتاع التلات حاجات دول، يعني انا هقدر اجيب الزاوية دي اي بي سي صح؟ ان انا معايا البيرنج بتاع اي بي والبيرنج بتاع بي سي صح. فاذا هقدر اكتب كده اي بي سي، تاني قلنا بنمشي كله كويس ومن ده لده. نصيحة برضو احنا بنعمل من غير ارقام، انا كل ده يعني انا مش ما بكتبش الارقام عشان الزحمة كمان، لا انا بشوف انا همشي ازاي بعدين احط الارقام. دي نصيحة يعني، انت لو هتمشي يعني هتكتب الارقام حبة حبة براحتك، بس يعني انا شايف الافضل تقفل جزئية جزئية من المسألة بانت هتعمل ايه بعدين تبقى تحط ارقامك. فاذا نكمل، اي بي سي هي الفا بي سي ناقص الفا اي بي صح. هعرف اجيب ال اي بي سي من ده، الفا بي سي معايا على طول، اسف دي الفا بي اي، الفا بي اي هي 180 زائد الفا اي بي او ناقص براحتك واخد بالك. فاذا انت معاك دي ودي تعرف تجيبها، الفا اي بي ناقص 180 عرفت تجيب اي بي سي. اي بي سي هتطلع معاك 90 49 12 اي بي سي اول حاجة جبناها. طيب انا كده معايا اي بي سي، انا معايا ايه في المسألة؟ انا معايا الزاوية دي، معايا الطول ده والطول ده، هعرف اجيب الطول بتاع اي سي صح؟ هعرف اجيب الطول بتاع اي سي. ماشي يا عم هات الطول بتاع اي سي. فاذا انا اقول لك ان ال اي سي كوزاين رول هو السكوير روت بتاع لينث اي بي سكوير زائد لينث اي سي سكوير ناقص 2 لينث اي بي لينث اي سي كوزاين اي بي سي. كل ده معانا هنعرف نجيب الطول بتاع اي سي هيساوي 447.473 متر. ماشي كده احنا جبنا الطول دون، جبنا الطول بتاع اي سي. طيب نرجع للمثلث المهم، واحنا عايزين مثلا ايه الزاوية دي صح؟ احنا عايزين نحل المثلث اللي على اليمين عشان عايزين الطول وعايزين الزاوية دي علشان نحل ونجيب الالفا دي ايه صح؟ انا معايا ايه دلوقتي؟ انا معايا الطول ده ومعايا الطول ده، محتاج زاوية صح؟ ما احنا عشان نحل المثلث محتاجين تلات حاجات، يا تلات اطوال يا تلات زوايا. الطول ده انا عايز اجيبه فمش عارف اجيبه بالسهل، ممكن اجيب الزاوية دي صح؟ الزاوية دي هيبقى اسمها ايه؟ مع عقارب الساعة اي سي دي. ماشي انا عايز اي سي دي. طيب تعال على جنب ايه، نمسح الدنيا شوية ونكمل. انا عايز اي سي دي، اي سي دي هتساوي الفا سي دي ناقص الفا سي اي صح؟ برضو هتساوي الزاوية دي ناقص الزاوية دي صح؟ زاوية كبيرة ناقص الزاوية الاصغر دي. طب الزاوية الكبيرة دي هقدر اسميها ايه؟ هسميها بي سي دي اللي هي الزاوية دي ناقص بي سي اي.
يعني تاني زي ما قلت بي سي دي ناقص بي سي اي. طب لو انا بصيت لدول الفا اي بي سي مش معايا، ممكن اجيبها بس دي هتاخد وقت صح؟ ففكك من هذا دلوقتي وتعالى ايه نبص، احنا عايزين بي سي ايه صح؟ هنعرف نجيب بي سي ايه من المثلث اللي حلينه صح؟ طب بي سي دي تتجاب ازاي اللي هي الكبيرة؟ يعني الصغيرة دي انا معايا مثلث حله، معايا اصلا هو مديني الحل، معايا الزاوية دي جبتها ومعايا الطولين. طب الزاوية التالتة دي هعرف اجيبها ساين رول، ما عنديش مشكلة. طب بي سي دي دي اللي هي هذه اللي هي الزاوية الكبيرة هجيبها ازاي؟ هقدر اقول ان هي الفا سي دي ناقص الفا سي بي، والحقيقة دول معايا الفا سي دي هو مديهاني، والفا سي بي هي الفا بي سي زائد 180. انا معايا الفا بي سي صح؟ يبقى انا الاتنين دول مديهم لي، وانا بس محتاج بي سي ايه اجيبها من المثلث اللي انا حله، اللي انا معايا الحل بتاعه. ماشي ماشي، تعال نجيب الزاوية دي، الزاوية اللي هي الصفرة دي نجيبها ازاي؟ هنجيبها بالساين رول. تعال نقول لينث اي سي على اي بي سي او ساين اي بي سي هيساوي لينث اي بي على ساين اللي انا عايزها البي سي اي صح؟ لينث اي بي هو مديهوني، ساين اي بي سي انا حسبته، لينث اي سي انا حسبته صح في الخطوات اللي فاتت. فاذا هقدر اجيب دي اللي هي البي سي اي ساين بي سي اي، فاذا هقدر اجيب لك ان بي سي اي هتساوي لحظه واحده، هتساوي 37 15 17.08. ماشي، يبقى انا جبت الزاويه الصغيره دي، هقدر ارجع واجيب لك الاي سي دي من القانون اللي انا كتبته. فاذا هقدر اقول لك ان اي سي دي على طول كده هيساوي 42 2 47.92. ماشي ماشي، انا كده معايا الزاويه الخضراء دي ومعايا الطول ده والطول ده، معايا حاجتين هعرف اسف الطول ده سي دي، انا عايز الاي دي كده، معايا طولين وزاوية هعرف احل. طيب الطول اي دي انا معايا الطولين والزاوية دي، يبقى اعرف اجيب طول اي دي بايه؟ بالكوزاين رول صح؟ ده هيجاب كوزاين رول. فاذا هقدر اقول له ان ال اي دي هيساوي سكوير روت لينث اي سي سكوير زائد لينث سي دي سكوير ناقص 2 لينث اي سي لينث سي دي كوزاين اي سي دي. تمام، كوزاين رول هيساوي لينث اي دي في الاخر هيساوي حوالي 300، لو انت عايز تبقى دقيق هتبقى 299.996 متر، يعني قول له 300 يعني. ماشي كده انا جبت ده، هعرف اجيب الزاوية دي صح؟ ساين رول بقى اي سي على الساين بتاعها هيساوي اي دي على ساين الزاوية اللي قصادها صح؟ اهي لينث اي سي، تعالى نعملها بلون تاني، اهي لينث اي سي على ساين تعالى نقول اي دي سي هيساوي لينث اي دي على ساين اي سي دي. طبعا انا معايا اللينث اي سي ولسه حاسب حالا لينث اي دي اهو، و ها عندي اي سي دي ديا، عندي اي سي دي، فاقدر اجيب اي دي سي على طول، ان انا هقدر اقول لك ان اي دي سي ديا هتساوي سبعة وتمانين أربعة وعشرين
17.41. ماشي كده انا قدرت اجيب الزاوية ADC. انا كنت عايزها ليه؟ لانك هتكون نسيت بقى دلوقتي. تعالى افتكر القانون اللي احنا قلناه، ان احنا قلنا الفا دي ايه هتساوي الفا او تعالى ايه، تعالى نقولها من الاول، اننا قلنا ان ADC دي هتساوي الفا دي سي ناقص الفا ناقص الفا دي ايه، وقلنا ان ده معانا 180 زائد او الفا سي دي زائد 180 ده معانا الفا سي دي جيفن، والفا دي ايه دي اللي احنا عايزينها، او احنا عايزين الفا اي دي يعني. فاذا ده معايا وده معايا، هعرف اجيب الفا دي ايه، منها هجيب الفا اي دي. في الاخر هتطلع الفا اي دي ب 129 ديجري 48 منت 33.41 سكند. ماشي، خلي بالك ما فيش اي مشكله ان يبقى في فرق بسيط due to approximation يعني، لكن مش كبير قوي. ماشي، احنا كده جبنا اول طلب في المساله. شفت المساله كبيره ازاي؟ احنا بس جبنا اول طلب، جبنا له اللينث اي دي وجبنا له الالفا بتاعت اي دي. شوف احنا ايه، بنقسم المساله واحده واحده واحنا ماشيين، وايه وبنعرف نحلها الحمد لله. طيب ده كان اول طلب اللي هو length and bearing of AD. عايز coordinates بتاعت البوينت E اللي في نص AD. ماشي طيب استنى كده، احنا عملنا ده وعايزين coordinates البوينت E. طيب والله انا ممكن لو كان معايا كوردينتس بتاعت الاي والدي اجمع واقسم على 2، بس هم مش معايا، انا معايا كوردينتس الاي فقط. هعمل ايه في هذه الحكايه؟ طبعا انا معايا اللينث ده والالفا بتاعتي اللي هي الاي دي، صح؟ طب انا ممكن اقول ايه؟ بص لها في هذا الشكل. لو انا قلت ان ده الاي وده الدي مثلا، والاي في النص، صح؟ المسافة دي إلا على 2، صح؟ المسافة بين الـ A والـ E هي إلا على 2. طيب القانون بتاع ED مش هو بيساوي EA زائد length AB sin alpha A، أو آسف LAD sin alpha AD، صح؟ صح ولا لأ؟ هو ده نفس هو القانون، بس أنا بدل ما عايز ED أنا عايز E اللي هي بتاعت الايست بتاع النقطة اي، بدل ما اجيب التاني واقسم على 2. ليه اوجع دماغي؟ انا ممكن اقول لك على طول ان الاي بتاع النقطة اي هيساوي الاي بتاع النقطة اي زائد ال اي اي ساين الفا اي اي. وخلي بالك، بص ادا النورث، ادا النورث بتاعك الفا اي اي هو و الفا اي دي نفس الالفا لان هما نفس الخط. ماشي، يبقى انا اقدر اقول لك كده على جنب ان اي اي هتساوي اي اي معايا زائد لينث الاي دي على 2، صح؟ مش انا عارف ان دي الا على 2 في ساين الفا اي دي. كده انا جبت في خطوه واحده الايست، اطلع معاك 1009.156. نفس الكلام هعمله في النورث، ان اي هيساوي ان اي زائد ال اي دي على 2 كوزاين الفا اي دي. نفس الطريقه هجيب النورث ب 2010.36. كده انا جبت النقطه اي، جبت الايست بتاعه والنورث بتاعه، يبقى انا جبتها. طيب انا بقى عايز حاجه تانية، انا عايز من النقطه اي دي تعمل لي خط لحد البي وتجيب لي اللينث بتاعه. طب نعمل دي ازاي؟ محتاجين رسمه، احنا مش هنعرف كده ايه نحسب على الهوا. فاذا اخفي دي على جنب وتعالى نرسم تاني. احنا قلنا ان الاي عندنا ازاي، ان احنا عندنا حاجه بالشكل ده، ان احنا عندنا الاي اهي
نزلنا حبة بقت هنا البي، نزلنا حبة بقت هنا السي، نزلنا حبة أو طلعنا حبة بقت هنا الدي، صح؟ مش ده الشكل اللي معانا؟ اي بي سي دي، ولسه جايبين حالا نقطة سميناها ام، صح؟ وبيقول لك انا عايزته خط من البي للام هكذا يعني، ما عنديش مشكلة يا عم، بس ارسمه انا بس وهحسبه لك. حاضر حاضر حاضر، ماشي. ادي يا عم خط من البي للام، انا عايز الطول ده، عايز الطول البنفسجي ده. طب انا معايا ايه؟ وهو ما يطرح يعني انا معايا ايه؟ واحدة واحدة كده نشوف احنا معانا ايه. انا معايا الطول ده هو نص اي دي اللي انا حاسبه، ومعايا الطول ده جيفن، صح؟ وممكن اجيب لك الزاوية دي، صح؟ تبقى كوزاين رول. طب الزاوية دي يعني اسمها ايه؟ قلنا بناخد الزوايا مع قارب الساعة، فاذا دي اسمها دي اي بي. دي اي بي هتساوي الفا اي بي ناقص الفا اي دي، صح؟ معايا اي بي جيفن، معايا اي دي جبته، هعرف اجيب الزاوية دي. هتطلع الزاوية ب 102 ديجري 28 25.59، ماشي. كده انا جبت الزاوية دي، انا معايا ضلعين وزاوية، هقدر اجيب التالت ده كوزاين رول. فاذا لينث بي اي هيساوي سكوير روت لينث اي بي سكوير زائد لينث اي اي سكوير زائد اتنين لينث، اتنين لينث اي بي لينث اي اي كوزاين دي اي بي. وخلي بالك هي اي اي بي، انا كنت كاتبها ام بس عدلتها اي على اساس هو كاتبها في المسألة ايه. فاذا نقدر نقول له ان هي اي اي بي. معايا كل ده، معايا كل ده ازاي؟ اي بي مديهوني اي اي هو نص اي دي اللي انا جايبه، نص ده انا جبته. والكوزاين الزاوية اللي انا لسه جايبها دلوقتي اللي هي دي، هطلع لك اللينث بتاع بي اي بي 336.817 متر. كده الحمد لله خلصنا المسألة، ناقص بس ريمارك بسيط او نصيحة. يبقى احنا ايه خلاصة اللي احنا عايزين نقوله؟ اننا ايه، قسم المسألة، امشيها واحدة واحدة، اعرف انت عايز تجيب ايه قبل ما تبدأ تحسب، يعني رص قوانين كده وشوف انت هتعمل ايه الاول قبل ما تحسب. هتظبط معاك الدنيا اكتر. حاجة كمان نصيحة، لو انت جبت حاجة وهتستعملها قدام سيفها على الآلة بدل ما تقعد تكتبها، دي هتفرق معاك في الوقت. يعني مثلا انا جبت اللينث اي دي دون اللي اي دي جبته بوتيفر الفاليو كانت، استنى كده، الفاليو بتاعت اي دي كانت قول 300، سيفه على جنب، اعمل له شيفت سند تو اي، وحط جنبيه سهم كده في الورقة بخط خفيف انك عامله في ايه علشان ما تنساش. لو انا مثلا كنت مسيف الزاوية مثلا الفا اي دي برضو، لان هي هتلاقيها يعني في الغالب الزوايا هي اللي هتضايقك، لان هي مثلا 129 ديجري 48 منت 33.41 سكند، سيفها وحطها على جنب في اكس او في واتيفر، يعني انت مسيفها فين، بس اكتب جنبها انت مسيفها فين، هتفرق معاك في الوقت. ويعني حاجة حاجة كده ايه، هتلاقي إيه؟ لان يعني احنا حلينا الحمد لله في وقت إيه صغير. ليه؟ لان انا حاسب قبل كده، فمجرد بكتب لك الفاينل انسر، انما لما انت هتقعد تفكر وتيجي تحسب هتلاقي المسألة زي دي بتفرق معاك في ساعة، ماشي. فانت بتحاول على قد ما تقدر تقلل وقت الحل وبس كده، ربنا يوفقك.